أفرجت مصلحة السجون عن 203 من الشباب الصادر بحقهم عفو رئاسي أمس. لقد استقبل عدد كبير من أهالي السجناء ذويهم في محيط منطقة سجون طرة وسط إجراءات أمنية مشددة. عقوبتي 15 سنة، كان تظاهر 6 أكتوبر، قضينا منهم 3.5، والحمد لله رب العالمين المفاجأة جت امبارح بالقرار العفو بالخروج النهاردة إن شاء الله. ما زالش كده مبسوطين، فرحة جامدة يعني، الحمد لله رب العالمين. ونشكر السادة المسؤولين هم قاموا بالموضوع ده، يعني الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. العقوبة 15 سنة، قضيت منهم 3 سنين ونص من 6 أكتوبر 2013. طبعا منتهى الفرحة ومنتهى السعادة، الحمد لله على كل حال، منتهى السعادة الحمد لله.